هو وهذا السيد. جيت هنا باش نشوف الوالد ديالي. هذا هتشوفهم كيما كتشوف. جيت باش نشوف الوالد ديالي. السيكيريتي كيتعدى عليا. ها هو فين هو؟ ضربني بالسنسلة. ها هو شاد الحجرة واخد الكاسكيت ديالي. ها راه الكاسكيت. هو وهذا السيد هذا. كيف ما كتشوفوا. قطعي التليفون. كيف ما كتشوفوا هذا السيد هذا. وهذا هو كيف كيضرب بالسنسلة. ها تشوف ما كيف ما كتشوفوا. هذا السيد هذا. هذا السيد هذا كيتعدى عليا. ها انتم وهذا. وقع قيل حوالي الساعة 7:30 تقريبا. 7:30 مساء. مساء نعم. شنو وقع بالضبط؟ أنا موظف ديال إدارة السجن. نعم. كان عندي الروبور 4 أيام. البارح كان غادي هذا النهار كان غادي يتسالى. الجد ديالي البارح في الصباح وقع له حادث كسر على مستوى الورك ديالو. طلعت عنده أنا في العشية. حيت أنا سقت الخبر تالمور الظهر تالمور الصلاة ديال الجمعة. طلعت عنده باش غادي نشوفو مورسه مع 7:30 بالضبط. طلعت واحد عمي كان بايت معاه غادي يبات معاه حيت ضروري مهرس واحد غادي يبات معاه. عيطت لك عمي قلت له تلاقاني هبط القلبه مسدوده ديال مع الكاتريام ايطاج القلبه مسدوده السيكوريتي كاين في الباب. هضرت مع السيكوريتي قلت له جاتك بخير لك ممكن نطلع نشوف جدي راني موظف ديال اداره السجون. قال لي لا ممنوع الدخول. قال لي لا حاليا قال لي ممنوع الدخول. بقيت واقف عمي من القريه من الداخل من الباب من الداخل انا على برا جالس كنهضر معاه صافي. بقيت هكا جاو شي وحدين شي ناس واحد اخرين تمو داخلين طالعين بالماكله. قلت له كيفاش هادو كيدخلوا انا زعما شنو؟ قال لي قلت له زعما راه هضرنا معاك بانسانيه موظف ديال اداره السجون وبغينا نطلعوا نشوف عمي وغدار عندي خدمه باغي نشوف جدي وغدار عندي خدمه. قال لي كون شكون ما بغيتي مي حل داك الناس تمو داخلين انا بقى فيا الحال. بقيت عليه قلت له كيفاش يدخلوا؟ قال لي ديك اللقطه جبت التليفون. هاد اللقطه هذه بالضبط جبت التليفون قلت لهم هانتوما عباد الله كيف ما كتشوفوا التليفون راه مسجل. قلت لهم هانتوما عباد الله كيف ما كتشوفوا موظف ديال السيكيريتي منعني من الدخول في حين كيتسمو داخلين واحد اخرين. في اللقطه اللي جالس كنقول انا هاد التصريح هكا وشادو هو ضربني بسقله. جا سيكيريتي واحد اخر دفعني صافي جمعت التليفون كان غادي يطيح لي تيبغا ويديو لي التليفون درته في الجيب. نعم. جا موظف الصفعة تم على مستوى الوجه ديالك. اه راه باينه في الفيديو هذيك راه صيفط لكم فيديو راه باينه فيه ضربني بسقله على مستوى الوجه بقى كيزيد زايد عندي باش غادي يحيد لي التليفون بعنف. جا سيكوريتي واحد اخر ديك الساعات كان اون فاس معاه في الاف تم جاي كيشنق عليا من اللور. شنق علاش نق عليا من اللور؟ انا كندفعو الدفعه اللي دفعته ما عرفتش واش طاح على الباب طاح على الباب ديال الحديد ولكن ما عرفتش داك الكسر اللي كان على الانف ديالو. قال لك عنده كسر ما عرفتش واش تقاس في الباب ديال الحديد ولا طاح في الارض. في ديك اللحظه بقى كيعيطوا الفا واحد الفا جوج الفا ثلاثه قلت كيعيط للسيكيريتي ديالهم تم جاي داروا بيا بقاو عليا بالركل حتى بهم تحموا فيا. هذا اللي تضرب قال لك في نيف وقال لك ضربته انا لا بحديده والتصريح ديالو عاوتاني قال لك بان طلعنا اربعه معنا شي مرانا طالع انا ودري واحد صاحبي هو اللي طلعنا. الدري غادي يبقى على برا حيت ماشي من العائله. انا اللي كنت باغي ندخل باغي نشوف جدي صافي هادشي اللي كاين. انا ديك الساعات بالفيرار اللقطه اللي غادي هرب راه عندي الضربه على غادي هربان شير عليا بركله طحت عندي الضربه على يدي داروا بيا سته بهم صافي سمحت الصنداله ذلك. في الفيديو راه كاين تما سلسله بس كيشيروا عليه بسلسله حيدتها له ضربني ببواني ديال الباب ديك البواني اللي كيحلو عنده بواني ديال الباب ضربني على مستوى الراس ديالي طاير عندي تقريبا شي جغرزات. صافي انا ديك الساعه من دارو بيا راه تلفت مرات تميت غادي هربان نقزت على مع قانون السيكوريتي في الباب نقزت على الكرياج دالي صندالات دالي كاسكيت مشيت ديك الساعه لمركز الشرطه باش نديكلاري. نعم. صافي هادشي اللي كاين. ودابا الان عندك شهاده طبيه الحافيه ديال عندي شهاده طبيه سيرتيفيكا ميديكال فيها 30 جو 30 يوم. اه عندي ضربه ضربني بسلسله فيها القفل ديك السلسله اللي كانت راه في الفيديو راه باين بان حيدتها لهم كنت تضرب. نعم. ضربني بسلسله تقطع لي العصبه ديال الصبع الوسطاني. نعم. مقطع صبع العصبه ديال الصبع الوسطاني مقطعه. مقطعه كاع. وعندي ضرب مقطعه في مره خصني ندير اوبيراسيون. دابا راني في الطبيب في الغسالي قال لك الطبيب ما كاينش كيف ما كيكونش السبت الحد حتى نهار الاثنين. قلت لهم غادي نمشي نديرها في البريفي قال لك لا درتيها في البريفي
خاصك سيرتيفيكا ميديكال ما غاديش تقبل لك ما كتكونش ماشي بحالها بحال ديال النعي. شنو هو الاحساس ديالك بعد ما كنت الغرض ديالك هو فقط زياره المريض وعياده المريض تتفاجئ ان اصبحت العمليه شبه كابوس؟ كيفاش يعني وقدر الله ما شاء فعل. قال لك عسى تحبون شيئا وهو شر لكم وعسى تكرهون شيئا وهو خير لكم ولكن لا حول ولا قوه الا بالله. والله ياخذ حق في الظالم هادشي اللي كاين ما عرفناش. نعم احساس لا يوصف. شنو هي ابرز المطالب ديالك دابا الان؟ انا غير الدواء من يدي صافي هادشي ونمشي لخدمتي. وهذاك غادي نتابعو قانونيا فيما بغات توصل معاه. غادي نتابعو قانونيا والله ما نسمح له لا هو ولا هذاك اللي ضربني بالسقله في الفيديو ولا هذوك السته اللي تحاموا فيه. جيت هنا باش نشوف الوالد ديالي هذا هاتوكم كيما كتشوف. جيت باش نشوف الوالد ديالي. السيكوريتي كيتعدى عليا. ها هو فين هو؟ ضربني بالسلسله. ها هو شاد الحجره واخد الكاسكيت ديالي. راه الكاسكيت هو وهاد السيد هذا كيف ما كتشوفوا خطا التليفون كيف ما كتشوفوا هاد السيد هذا وهذا هو كاسكيت ضرب بالسلسله. هاتوكم كيف ما كتشوفوا هاد السيد هذا كيتعدى عليا. هانتوما وهذا